أقيم في مدينة الموصل المهرجان المسرحي اللي نظمته كلية الفنون الجميلة بالمدينة بنسخته 15 بعد توقف دام سنوات بسبب ما مرت به الموصل. المهرجان استمر 3 أيام متواصلة، عرضت من خلاله 3 مسرحيات شارك فيها طلبة وأساتذة كلية الفنون الجميلة ممن ينتظرهم مستقبل واعد في الفن العراقي. الملفت بهذا المهرجان هو عودة المسرح الصيفي اللي نجحت إدارة المهرجان بطريقة عرضه في الهواء الطلق أمام مئات من المتفرجين اللي حضروا في أجواء وطقوس كانت غائبة عن العراقيين في مثل هكذا عروض. أسهمت بحركة المسرح الموصلي. التفاصيل كاملة مع جمال بدراني اللي تواجد في هذه العروض المسرحية 3 وعاد لنا بهذه التغطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة وتنعاد على الجميع بالخير والمحبة إن شاء الله. المسرح الصيفي والليلي يعود إلى الموصل من بوابة كلية الفنون الجميلة. مثل ما تشوفون جمهور ومسرح صيفي هو أو هي بادرة أولى من نوعها تقيمها كلية الفنون الجميلة ضمن مهرجانها السنوي 15 اللي توقف بسبب الظروف وما مرت به الموصل. اليوم عاد المهرجان اللي يحمل رقم 15 وتحت اسم دورة الراحل شفاء العمري، المهرجان اللي استمر لأربعة أيام تتضمن 4 عروض مسرحية لكتاب ومؤلفين عالميين ومن إخراج أساتذة وأكاديميين ضمن كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل. في كل يوم عرض ليلي لأربعة أيام، قد يكون هذا اللقاء أو هذا الظهور هو الوحيد اللي مع وقت الغروب بعد أن عملت كلية الفنون الجميلة على تهيئة هذا المسرح اللي استمر لأيام، تهيئتها بهاي الطريقة من أجل أن تكون هذه الطقوس الجميلة الليلية الصيفية في مبادرة لنفخ الروح في المسرح العراقي وعودته من باب الطلبة ومن بوابة أساتذة كلية الفنون من أجل عودة المسرح العراقي لسابق عهده. راح نكون بتغطية خاصة خلال أيام المهرجان لتسليط الضوء على بعض العروض اللي كانت على خشبة مسرح كلية الفنون بجامعة الموصل. فجعت بحزني لا وحدتي، ورددت نوحي على مسمعي، فجعت بحزني لا وحدتي، ورددت نوحي على مسمعي، وعانقت في وحدتي لوعتي، وقلت لنفسي ألا فاسكتي، وعانقت في وحدتي لوعتي، وقلت لنفسي ألا فاسكتي. رجعت بحزني إلى وحدي،
فاسكتي وقلت لنفسي لن أسمع عنه شيء بعد. ولكن يا سيدتي أنا أجهل ذلك، أجهل ذلك تماماً. هل تعلم السبب الحقيقي لرحيل زوجي من هنا؟ ولماذا سجن؟ ولماذا مات هناك؟ الحرب يا سيدتي، الحرب، الحرب. الحرب؟ أجل. أجل الحرب. لا، لقد أراد أن يهرب مني. أنا امرأة هجرت. وما هو السبب الذي هجرك زوجك؟ لقد كان كذابا كثير الغش. وأنت لماذا تزوجتيه؟ معي عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور نشأت مبارك. دكتور مبروك نجاح العرض. شكرا جزيلا. باليوم الأول. شكرا حضوركم وتغطيتكم بالتأكيد. شكرا حضرتك. دكتور شنو اللي ضمن المهرجان؟ 4 أيام. نعم، أربع أيام. دورة الفنان الكبير المرحوم شفاء العمري. حقيقة هو المهرجان عبارة عن استذكار لجهود هذا الرجل، جهود المسرحية في هذه المحافظة، وأيضا هو السياق لكلية الفنون الجميلة أن تحتفي بروادها من الفنانين في هذه المدينة في كل دورة وفي كل مهرجان. العروض حقيقة ضمنت مجموعة من الأساليب المسرحية ما بين الواقعية والمسرح الهستيري، وهناك أيضا المسرح الطقسي اللي راح يكون في ختام المهرجان إن شاء الله، وأيضا هناك عرض مسرحي لطلبتنا الأعزاء بإخراج مجموعة من الأساتذة وهي نتاج التطبيقات المختبرية، أي مادة التمثيل المسرحي في جانبها العملي. حقيقة هذا المهرجان هو استكمال لمهرجانات سابقة أقامتها كلية الفنون الجميلة منذ التحرير، وإعادة تأهيل الكلية من قبل جامعة الموصل وبعض المنظمات الداعمة، وهو حقيقة إشارة إلى أن الفن لا زال في هذه المدينة مستمر وبنضوج تام، وسنحاول من خلال هذه المهرجان أن ننقل تلك الصورة الجميلة عن هذه المدينة لأنها الموصل التي صدرت الفن لكل المحافظات العراقية. معي الدكتور بشار عبد الغني أستاذ كلية الفنون ومخرج أول عمل مسرحي. دكتور اليوم الأول حضرتك، شنو اللي تضمن؟ اليوم الافتتاح لمهرجاننا، المهرجان المسرحي 15 للأساتذة. حقيقة حدث انقطاع فترة طويلة، الأساتذة ما شاركوا في مهرجان، يعني كانت أعمال متفرقة، والحمد لله إن شاء الله تعود كلية الفنون الجميلة وقسم الفنون المسرحية لهذا النشاط، لأنه لسنوات كثيرة اشتغلنا بها. هناك أعمال أخرى غدا وبعد غد إن شاء الله لقسم الفنون المسرحية. هذا العمل خريف الماعز هو تجربة للكاتب الإيطالي إيغوبتي، نوعا ما يعني معالجة مختلفة لموضوعة الحرب. الحرب دائما مخلفاتها تمتد اجتماعيا وتأثر على البنية الداخلية للمجتمع. طبعا كانت من أجمل المسرحيات واشتغلنا عليها كثير وتعبنا، بس الحمد لله طلعت الفائدة، وهي قصتها أنه إحنا 6 عاملات نشتغل تحت أمرة امرأة، هي هاي الأمرأة اللي تقود البيت اللي هو ما بينه رجل، فرجلها لأنه كان مسجون، فيجي صديق زوجها يستغل هذا الشيء. اليوم شاركت بشخصية أجاثة، والحمد لله أنا كلش حبيت المسرحية، كانت شخصية كلش قوية قدمناها، وكانت على المسرح نوصل رسالة للمجتمع، والحمد لله نالت إعجاب الناس اللي موجودة وصعدوا للستيج، وكان الكل يهني، والحمد لله قدرنا أنه نوصل لأعماقهم أو لدواخلهم من المسرحية اللي أديناها. الحقيقة هذا المسرح لا يمثل مسرح شارع، وإنما هو مسرح في الفضاءات المفتوحة. مسرح الشارع له تقاليد أخرى، له منطلقات أخرى، يفترض به أن يشارك الجمهور، أن يكون الجمهور متفاعل مع العرض المسرحي، يقع على عاتق الجمهور إنهاء العرض المسرحي. لكن هذا المسرح هو أشبه بمسرح العلبة، لكن ربما ضرورات المكان أودت بنا إلى الخروج إلى الفضاء المفتوح، لأن لم تكن هناك أي منطلقات حتى للمسرح المفتوح ضمن هذا العرض. وهذا الشيء الجميل والمميز الذي رأيناه في مدينة الموصل،
بعد سنوات مظلمة الآن نشوف جمهور ليلاً من نساء ورجال وشابات وشباب يشاهدون عرض مسرحي مميز لكلية الفنون الجميلة، وهذا هذه هي الرسالة اللي يريد أن يرسلها الفنان الموصلي أو من محافظة نينوى إلى العالم. هذا التواشج ما بين الحاضر والماضي أدخلت فكرة القصة اليوم إلى الوصول إلى هدف كان يبغى أن يحققه المخرج، واستطاع حقيقة من خلال هذه الأجواء الليلية وهذه الطقوس وتداخل الإضاءة بأن تصل هذه الفكرة إلى مسامع المشاهدين، الذي حقيقة كان ضيفا عزيزا وبأعداد غير متوقعة. عرض رعاش اليوم من تأليف وإخراجي قدم في ضاحة كلية الفنون الجميلة. كان هذا العرض ينتمي إلى المسرح الأسيري، هو أسلوب جديد في مدينة الموصل، قلة ما يعملون هكذا أعمال. كان التحدي من جانبين، التحدي بأنه الطلبة اللي اشتغلوا معنا هم طلبة مرحلة أولى، كثير منهم التجربة الأولى لهم على خشبة المسرح، والتحدي الثاني اللي هو الأسلوب المغاير الذي قدم بطريقة فنية يحكى عن السلطة، بأن السلطة هي دائما من تظلم الشعوب وتمحيهم. إن شاء الله قدرنا أنه نوصل الرسالة بشكل صحيح، ولكن هنا الأساتذة من لديهم تجربة، من لديهم رؤى إخراجية متجددة أو حديثة، يقدمون في هذا الموسم أو هذا الفصل مثل هذه العروض التجريبية حقيقة، يعني فيها نكهة من التجريب، وحقيقة هي بادرة لعودة الجمهور الموصلي إلى العروض المسائية. معي أيضا أستاذ الإخراج والمكياج الدكتور منقذ البجدري. دكتور، المسرح الليلي عاد إلى أروقة جامعة الموصل وتحديدا كلية الفنون. بالحقيقة هي هاي المكسب الحقيقي اللي احنا بصراحة، أجواء الليل وأجواء المسرح في الليل لها نكهة خاصة ولها طعم مميز ولها إضافة إلى نفسية المتلقي بشكل يختلف عما هو موجود في أوقات النهار والصباح تحديدا، وهذا ما كنا نتمناه صراحة، أن كلية الفنون الجميلة تكون يعني سباقة لإقامة هكذا عروض في أوقات الليل تحديدا.